نكمل كلامنا. دي الصورة الشهيرة بتاعت النجمة رانيا يوسف، وفي ليها صور بعد كمان معانا. صورة تانية دي بقى مؤخرا، يعني انت عارفة طبعا مشكلة الفستان، مشكلة رهيبة لمصر كلها والعالم. هنا التعليق لذيذ قوي، حاطين في صورتها هي والنجم عادل امام نفس الشيء، ولكنكم تحبون رانيا يوسف. فدي دي صورة قريبة بالشورت. نشوف السؤال سوا. اتهام رواد السوشيال ميديا لرانيا بالإثارة بسبب ملابسها، حضرتك شايفاه؟ انت شايفاه عندهم حق، هي زودتها شويه صغيره، هجوم ظالم، ده اللبس اللي بتلبسه النجمات، انصحها تلبس براحتها. بصي، هو طبعا انا انصحها ان هي تلبس براحتها وكل حاجه، بس في حدود، لان احنا في الاول وفي الاخر احنا شرقيين، يعني يمكن اللي هي لابساه ده بيتلبس بره كتير وانا شفته كتير، بس مش معانا احنا، مش عندنا هنا. وجايز هي زي ما كانت بتقول فعلا انها ما خدتش بالها، وان البادي افتكر او المنيو كان له بطانه طلعت فوق شويه، دي بتحصل، ممكن تحصل، بس هي تبقى تخلي بالها بعد كده. طبعا تحيتنا ليها، احنا كلنا بنحبها. هي كانت اول حاجه كانت حكايه البطانه، وبعدين رجعت لبست حاجه تانية وبرده انتقدوها، وحاجه ثالثه وانتقدوها، ورجع ده بقى الرابع اللي معانا. لا كده يبقى قاعدين لها بقى، يعني كل شويه ينتقدوها كل شويه، مش معقول. يعني حضرتك شايفه ايه؟ انه ده هجوم ظالم عليها، ولا شايفه ان هم عندهم حق وهي شويه زودتها؟ يعني انه شويه هي، ما انا بقول لك هي مش زودتها، هي بس تراعي ان احنا شرقيين قبل اي شيء. وهي حره طبعا في لبسها، لان احنا انا برضو في السن ده كنت بلبس ساعات حاجات مفتوح، بس مش قوي كده، عمرنا ما لبسنا الاوفر قوي ده، انما كنا بنلبس في سننا، كنا بنلبس الحاجات دي. بس كان انا دلوقتي بقول لك عليه كان غلط، بس بتهيألي وقت زمان مدام سهير كانتوا لا بتلبسوا ميني جيب، كلكم الفنانين مايكرو، مش كمان مايكرو جيب، وبتلبسوا مايو ايوه وشورت، ايوه ما كانش في حد بيقول اي حاجه. ما تفهميش بقى الزمن اتغير، معرفش ايه اللي حصل، انما لا كان برضه في تعليقات، لا كان بيحصل برضه. طبعا طبعا كان بيحصل، بس احنا برضه ما كناش بنلبس المفتوح قوي ده قوي كده، لا. طيب احنا دلوقتي جينا لسؤال، هو سؤال استفتاء، مش حضرتك بس اللي بتجاوب على السؤال وناس على السوشيال ميديا كمان. ونشوف سؤال الاستفتاء.